دقت طبول الحرب وكونر ضد بواري في نسختهما الثالثة هما أطرافها. فاز كونر بالنزال الأول وعدل بواري الكفة في النزال الثاني. لا تراجع ولا استسلام، فالحرب الأخيرة لن تقبل القسمة على اثنين، فأحدهما سيمتطي النصر والآخر سيجر ذيول الهزيمة. نزال 11 من نيوليوس أكبر من مجرد مواجهة، فالسجال بدأ منذ أكثر من 7 سنوات، والمواجهة الأخيرة هي شرف للمنتصر بأن يدق آخر مسمار في نعش خصمه الأخير. ومن أجل هذا الشرف نخصص هذه الحلقة لكشف مفاتيح المباراة وأسرار الفوز عند المتنافسين. لنعبر إلى التفاصيل. بداية كونر القوية في اليو اف سي. لا شك أن النسخة الأولية لكونر ماكغريغور داخل اليو اف سي هي النسخة الأقوى على الإطلاق، نسخة مخيفة شرسة وحاسمة لدرجة أنه توقع جولة النزال التي سيردي فيها خصمه داستن بواري منذ 7 سنوات من الآن، وحدد طريقة الإنهاء أيضا في إطار اليو اف سي 184 في 27 من شتنبر من العام 2014 الذي جرت أحداثه بلاس فيغاس حيث التقيا لأول مرة. Coming up against me, that's not going to be good. You know, I'm going to crack him with a jab and he's going to wobble and I'm going to put him away early. It's going to be a first round KO, mark my words. والغريب أن ما حصل في النزال كان تجسيدا واقعيا لرؤية كونر بالمسطرة والقلم. يسارية كونر السريعة لا تصد ولا ترد، وبروزها بشكل لافت جعلها توضع تحت المجهر لتبين معدنها أمام أعتى مقاتلي الفئة. يسارية وفت بالمطلوب منها وبزيادة إلى حين اختبارها الحقيقي أمام الأسطورة حبيب نورما كوميدو. حبيب ضد كونر، النزال الذي غير كل شيء. النزال الرئيسي لبطاقة اليو اف سي 229 في 6 أكتوبر 2018 حظي بأكبر حملة ترويجية في تاريخ اليو اف سي على الإطلاق، وحطمت أرقام إيراداته جميع التوقعات. يومها وقع كونور في الفخ دون حتى أن يدري أنه تورط في الأمر، فقد باع نفسه للشيطان كما يقولون، والنتائج هي من أكدت فيما بعد صحة ذلك. فالمواجهات من هذا الحجم تجعل النصر يصبح أسطوريا والهزيمة مذلة وشنيعة بشكل جد مهين، وهو ما حصل فعليا. فحبيب ارتقى لمستوى الأسطورة وأصبح حديث العالم أما كونر، فاختفى من المشهد محطم الكبرياء. ويقول المختصون في الأميمي أن كونر الشرس والمخيف انتهى تحت أقدام حبيب، وأن كونر الحالي هو مجرد بقايا نسخة مخففة لا أقل ولا أكثر من النوتوريوس القديم. وما زاد الطين بلة هو نزال كونر ضد دونالد سيروني الملقب بكوبوي في إطار اليو اف سي 246 في 18 يناير 2020، في نزال اعتبره المحللون مهزلة ونزالا مفبركا إلى أقصى الحدود، نزال تسويقي محض من أجل إعادة إطلاق كونر في مباراة من الحجم الكبير بسيناريو مختلف تماما. تقدمت مسيرة داستن بواري، فالشاب اليافع اشتد عوده وخاض أكثر من 13 نزال خاسر في 2 فقط، وتنازله الآخر مع النسر الداغستانية في إطار اليو اف سي 242 في 7 شتنبر 2019، ورغم هزيمة داستن بالإخضاع في الجولة الثالثة من المباراة عن طريق حركة الهولد شوك، إلا أن النزال مر في أجواء رياضية واحترام متبادل عالي المستوى لدرجة تكفل النسر الداغستانية بأرباح مبيعات بعض اللوازم الرياضية كالأقمصة لصالح جمعية خيرية يرعاها داستن بواري في بلاد العم سام. كمية الطاقة الإيجابية التي طغت على أجواء النزال انعكست إيجابيا على مستوى داستن الذي ظهر بمستوى ممتاز ضد دان هوكر في النزال الذي جمعهما في 27 من يناير 2020، وانتهى بسيطرة تامة لبواري الذي فاز بإجماع الحكام. جميع المؤشرات السابقة معززة باعتزال الأسطورة حبيب نورما كوميدوف اللعب بصفة نهائية وإعلانه ذلك بشكل رسمي هيأ العوامل المناسبة لنزال كونر وداستن الثاني، ويومها ظهر كل شيء على حقيقته. نزال كونر ضد داستن الثاني. كاريزما المقاتل الإيرلندي فقدت الكثير من براعتها في فترة ما قبل النزال، وعقدة حبيب بدت واضحة على نفسية كونر التي انطفأ حماسها بشكل كبير. خطة داستن بواري في تدمير كونر بدأت منذ المواجهة الأولى بالتركيز على أسفل الرجل اليمنى لكونر، وبالتالي منعه من منح القوة الكاملة للكمة اليسارية القاتلة نظرا لانعدام التوازن الجسمي اللازم. ويظهر الفيديو بالتفصيل المنطقة الاستراتيجية في رجل كونر التي يستهدفها بواري، لكن داستن هذه
هذه المرة ضعف من تركيزه وظل محافظا على تدمير الرجل اليمنى للإيرلندي بحرفية تامة ومن جميع الزوايا لدرجة عجز ماكغريغور عن الحركة في نهاية الجولة الأولى. نزال لم تدم فيه لياقة كونر لأكثر من جولة واحدة، انهار بعدها بعد انهيار ساقه اليمنى بشكل كامل في نهاية الجولة الأولى، لينجح داستن في إنهائه في الجولة الثانية لينتهي تاريخ نزالات المتنافسين بفوز لكل منهما، فتنتج المعركة الثالثة من تلقاء نفسها لمعرفة من سيضحك في المشهد الأخير. التغييرات الممكنة في النزال الثالث: كسب رهان معركة 11 من يوليوز بين كونر وبواريه هو سباق ضد الزمن والنفس الطويل. السرعة لصالح كونر الذي كلما رفع نسق المباراة مبكرا وزاد من سرعة المنافسة كان ذلك عاملا أساسيا في حسمه للمباراة، فهو ملك المساحات الضيقة ويستطيع توليد لكمات يسارية انفجارية من زاوية جد صعبة ودون الحاجة للدوران كما فعل في نزال جوزي ألدو، حيث تكاد يسارية كونر لا ترى بالعين المجردة بشكل مفصل، وهي استراتيجيته في إسقاط بواريه في نزالهما الأول. النفس الطويل لصالح بواريه، فداستن من طينة المقاتلين الذين يركبون قطار المباراة ويحافظ على استرخائه وتصاعد نساقه مع توالي الجولات ومع كل زاوية مناسبة ينقض من حيث لا تدري، وكأنه كان يحتفظ بقوته النارية متقدة من أجل لحظة كهذه. ونزاله الأخير ضد كونر خير تجسيد لسلوكه القتالي بامتياز. كونر سيح ميسيقانه أكثر من عدم تباثهما في وضعيات مدمرة كنزاله السابق. بواريه لن ينساق وراء افتتاحية كونر الحماسية، فكل منهما يعلم أنه وراء كل استراتيجية فخ وجب عدم السقوط فيه، فعلى ما يبدو لا مجال للخطأ في هذه المواجهة الثالثة، فعمر مسيرة المتنافسين الاحترافية ربما لم يعد يسمح بمواجهة أخرى، فعلى الأرجح أنها ستكون مواجهتهما الأخيرة. يبقى فقط رأيكم أعزائنا المشاهدين في نزال كونر ماكغريغور ضد داستن بواريه الثالث، شاركونا بتعليق مكتوب. شكرا لكم.